جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا بأن الإيرانيين سوف يلجؤون إليه لعقد اتفاق جديد مع استمرار الضغوط. قال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك إن إيران تعاني كثيرا الآن وسوف تلجأ إليه وتطلب أن تعقد اتفاقا جيدا معه. حول الوضع الداخلي الإيراني، أكد ترامب انتشار المظاهرات في جميع المدن الإيرانية بسبب التضخم الكبير في الأسعار وانهيار قيمة العملة الوطنية، ووصف الوضع بالكارثي. كان الرئيس الأمريكي قد وصف النظام الإيراني خلال جلسة ترأسها لمجلس الأمن حول السلم والأمن الدوليين بأنه أكبر راع للإرهاب في العالم.